واسال بالبال كي العاده بلا ما نوصيكم ديرونا لايك كومونتيرز ونبداو. كتبدا القصه عام 1815 فرنسا من بعد 25 عام من الثوره الفرنسيه اللي كانوا باغيين يسقطوا النظام الملكي ما نجحاتش ليهم الخطه، وغتفشل الثوره وغادي يستمر النظام الملكي الديكتاتوري وغينتشر الفقر والجوع والبطاله ومعا غادي ينتشر العنف والجريمه. وحيتاش الحكم الديكتاتوري كانوا القوانين ديالو قاصحه وظالمه، كانوا كيتعاقبوا مده طويله على ابسط الاشياء. وغتبدا القصه مع جون واللي كان محكوم عليه بخمس سنين حيت سرق خبزه، وسرقها غير باش يوكل ولد خوه الصغير اللي كان كيموت بالجوع. وحيتاش جون كان تيحاول يهرب بزاف تزادت ليه 15 عام في العقوبه، وغيبقى جون 20 عام وهو مظلوم وكيتعذب في داك السجن. وغادي يكون المسؤول على السجناء هو القائد جيفر، وغادي يكون قلبه قاصح وما كيعرفش الرحمه وما كانش كيحمل جون حيتاش كيشوفو كيتحمل العذاب وكيتحداه بعينيه. وفي اخر نهار عند جون في الحبس غادي يطلب منه جيفر باش يهز الدرابو ديال فرنسا من الارض، وغادي يكون الدرابو لاصق في واحد الساريه كبيره ديال الخشب وطاحت بسبب العاصفه، وفرض عليه باش يهز الساريه بوحدو بلا شي مساعده. وغادي يجمع جون الطاقه ديالو وقدر يهز الدرابو بوحدو وتحداه وحطو قبالته، وجيفر ما لقى باش يهينو هاد المره طاح الورقه ديالو وقال له مبروك عليك ساليتي المده ديالك، ولكن ما تفرحش بزاف حيتاش هاد الورقه فيها باللي مدوز الحبس بتهمه السرقه. وجون غادي يحس بالحقره حيتاش بسبب خبزه غادي يبقى عليه العار حياته كامله، ولكن جيفر قال له باللي هذا هو القانون والا فكرتي شي نهار دير شي حاجه غادي تلقى راسك في الحبس عاوتاني. وغادي يخرج جون اخيرا من هاد الحبس وغادي يبقى يقلب على خدمه، ولكن وقت ما شافوا الهويه ديالو وعرفوه باللي كان مسجون ما تيبغيوش يخدموه، وغادي يفقد الامل وغادي يبقى يبات في الزنقه. واحد الليله كان بايت حدا الكنيسه وغادي يخرج ليه القس ديالها، ودخلوا للكنيسه من البرد طاح الماكله وتهلا فيه مزيان، وغادي يستغرب جون حيتاش عاملو مزيان وما سولوش على الهويه ديالو. ولكن بالليل جون غادي يخلي القس حتى نعس وسرق ليه الفضه كامله وهرب، ولكن غادي يكون تحت المراقبه ديال الحراس وغادي يشدوه وغادي يرجعوه عند القس وقالوا ليه باللي شدوه الشفار. ومن الوقاحه ديالو كذب عليهم وقال لهم باللي القس هو اللي عطى الفضه كادو، وغايقول لهم القس باللي بصح عطى الفضه كادو، ولكن هو كان مزروب ومشى قبل ما ياخذ اغلى حاجه طاح الشمع ديال الكنيسه. وغادي يكون جون مستغرب من الرحمه ديال القس، وغادي يجي القس عنده وقال له باللي سمح ليه ولكن بشرط يولي انسان مزيان ويتبدل. وغادي يخرج جون وهو كيهضر مع راسه وتيقول باللي الحبس قصح ليه قلبه وما بقاش كيحس بالعطف والرحمه، وما كانش متخيل شي نهار غادي يعطف عليه شي واحد، وتفكر باللي كلمه وحده مع عند القيس كان ممكن يدوز بها عمره كامل في داك الحبس واللي كان تيحلم غير امتى يخرج منه. قرر باش من هذا النهار يتبدل ويولي انسان مزيان، وغادي يقطع الورقه ديال الهويه ديالو وغادي يغبر من داك المدينه. عام 1823 غدوز الايام وغادي يرجع جون في حله جديده وبدل الهويه ديالو وقدر يخدم، ورجع هو العمده ديال داك المدينه وفتح مصنع ديال الحوايج وخدم معاه العيالات ديال مدينته. وفي المصنع ديالو غادي تكون واحد البنت زوينه سميتها فانتين، وكاع البنات معاها في المصنع كانوا تيغيروا منها والشاف ديالهم كان ديما كيتقرب منها. فهاد اللحظه واحد الخدامه معاها خدات ليها رساله حيت اصحاب ليها باللي الشاف هو اللي كتبها ليها، ولكن لقات فيها باللي شي ناس كيسالوها الفلوس حيتاش مربيين ليها بنتها مقابل الفلوس كل شهر، وما كانوش عارفين باللي فانتين عندها بنت. اتهموها باللي في الصباح كتخدم في المصنع وبالليل كتخدم في اعمال حره، وغتحاول تشرح لهم باللي راجلها سمح فيها من بعد ما ولدات وباللي اضطرات باش تخلي بنتها عند دوك الناس باش تخدم في المصنع، ولكن خاصها تخلصهم باش يصرفوا عليها كل شهر، ولكن حيتاش كانوا كيغيروا منها شوهوا السمعه ديالها مع الشاف. فهاد اللحظه غادي يدخل جون المصنع ديالو وبغى يعرف شنو كاين ويفتح المشكل، ولكن مع هز عينو للمكتب غادي يلقى جيفر تما وكان مصدوم وخايف ليكون تفرش وعرف الهويه الحقيقيه ديالو، وغيضطر باش يطلع للمكتب وسط الشاف ديالو باش يحل الموضوع ديال البنات. وفي المكتب غادي يعرف بلي جيفر مازال ما عرف حتى شي حاجه وغير جا باش يسلم عليه وصافي، ولكن جيفر بدا كيتفكر الملامح ديالو وفاش بغى يسولو غادي يسمعوا الغوات برا. وفاش نزلوا للشارع غادي يلقاو كروسه طايحه على واحد الراجل كبير، وغادي يهز جون الكروسه بوحدو بلا ما يعاونو شي حد. وهذا المشهد غادي يفكر جيفر في المشهد ديال الدرابو اللي في الحبس، وغادي يكون بدا كيشك فيه ولكن ما يقدرش يتهمو حيتاش هو العمده ديال المدينه. اما في المصنع الشاف طلب من فانتين باش يتقرب منها قابل يخليها تخدم، ولكن هي مرضاش وغادي تضربو. هنا الشاف قرر باش ينتقم ورماها على برا وخرجها من الخدمه. وغتنهار فانتين وغتحاول دير اي حاجه باش تصيفط الفلوس لبنتها، وغتكون معاها سلسله فيها التصويره ديال بنتها وكانت باغا تبيعها ولكن ما جابش ليها شي ثمن. شويه غتشوفها واحد الشيبانيه وقالت ليها بلي شعرها زوين وبغات تشريه مقابل 10 سنتيم، وغتوافق فانتين حيتاش هذاك المبلغ كانت باغاه، وقطعت شعرها وهي كتبكي. شويه غادي تسمع واحد كيشري سنان مقابل الفلوس، وغتقرر تبيع جوج سنات باش تكمل الفلوس ديال بنتها، وغتبقى فانتين كتنعس غير في الشارع. حتى لواحد الليله غادي يشوفوها البنات ديال الليل وقروا باش يقنعوها تخدم معاهم، وقالوا ليها بلي غتقدر توفر الفلوس لبنتها وتعيش مزيان. في الاول كانت رافضه الفكره ولكن لقات راسها ما عندها ما تخسر وحياتها كلها تدمرات، قررت باش تجرب حتى هي، ولكن من اول ليله ما عجبهاش البلان وتخلات على الفكره.
وغتمرض بزاف بقله الماكله ولات ضعيفه. واحد الليله شافها واحد لاباس عليه وعرض عليها باش تدخل معاه في علاقه، ولكن فانتين ما بغاتش وغادي يحاول خونا باش يتعدى عليها وهي تخبشو. فهاد اللحظه جيفر كان تما وخونا سبقها عنده وبلغ بها باللي هي اللي هجمات عليها باش تسرقو، وجيفر غادي يتيقو حيت هو رجل نبيل، ولكن جون غادي يوقفو وقال له بلي متيق القصه ديال فانتين وسولها فين شافها، وقالت له بلي كانت خدامه عنده في المصنع والشاف اللي خدام معاه هو اللي جرى عليها وبقات عايشه غير في الزنقه. وغيتصدم جون ملي سمع القصه ديالها واعتذر ليها حيت ما عرفش القصه في الاول، وغادي يديها للطبيب باش تعالج. لغد ليه غادي يجي جيفر عند جون وطلب منه السماحه وقال له بلي كان شاك فيه. جون ما كانش فاهم شنو كيقصد، ولكن جيفر قال له بلي كان شاك فيه ليكون هو جون اللي هرب من الحبس، ولكن لقاو شكون هو جون الحقيقي وخدا الجزاء ديالو. هنا جون قال له ماشي مشكل وخلاه يمشي، وكان كيحاول يمثل بلي ماشي هو جون وبقى كيفكر بلي مستحيل يرجع لذاك الحبس، ولكن في نفس الوقت بقى فيه داك السيد اللي غادي يتشد مظلوم في بلاصتو. وفي الاخر قرر باش يعترف بالهويه ديالو ويعتقد خونا من الحبس، وغادي يمشي جون للمحكمه وتما غادي يعترف بالهويه ديالو الحقيقيه، ولكن القاضي ما غاديش يتيقو. وجون قال لهم يسولوا جيفر حيت هو اللي عارف الحقيقه، وقال لهم بلي غادي يتسناه في الطبيب، وفاش مشى للطبيب غادي يشوف فانتين وهي كتخيل بنتها في كل بلاصه، وغادي يعرف بلي بنتها سميتها كوزيت. قرر باش يتهلا فيها وغتودعو فانتين وهي كتموت وصاتو على بنتها في اخر لحظه. فهاد اللحظه غادي يوصل جيفر وغادي امر باش يشدو جون في الحبس، وغادي يطلب منه جون باش يعطيه مهله ديال 3 ايام على من يلقى كوزيت، ولكن جيفر ما بغاش. وهنا جون قرر باش يهرب ليه ونقص في البحر. فهاد اللحظه البنت كوزيت غادي تكون عايشه حياه بائسه مع داك الاسره، وغادي يكون عندهم واحد البار صغير وكيستغلوا الناس اللي كيشربوا عندهم، وملي كيشربوا بزاف كيسرقوهم، وكانوا كيخدموا كوزيت في البار وكيعاملوها بحال شي خدامه. اما بنتهم الحقيقيه اللي سميتها ايبلان كانوا كيتعاملوا معها معامله خاصه. واحد المره مرات الكسندر طلبات منها باش تجيب الماء من البير، وغتكون كوزيت خايفه لا تمشي للغابه بوحدها بالليل، وغتعصب المراه وغادي تصيفطها، وغتمشي كوزيت وهي خايفه بزاف، وغادي تلاقاها جون وسولها شنو سميتها، وغادي يفرح ملي عرفها هي كوزيت اللي كيقلب عليها، ومشى معاها عند الكسندر. وفاش شافوه طمعوا فيه وبغاو يسرقوه، ولكن هو كان عايق بيهم وقال لهم بلي ماين كوزيت ماتت وهو بغى يتبناها، وغادي يمثل الكسندر ومراته بلي بقى فيهم الحال، وطلبوا منه واحد المبلغ كبير باش يخليوها ليه. وغادي يعرف جون بلي هما غير طماعه، وغادي يعطيهم مبلغ كبير وخدا البنت معاه، وغير خرج من عندهم وصل جيفر عند الكسندر وسولهم فين مشاو ونعتوا له الطريق اللي مشى منها، وغيوجد جيفر العسكر باش يتبعوه. وفاش قرب لهم غادي يشوفوا جون وغادي يهرب هو وكوزيت، وغادي يشوفهم جيفر وغادي يتبعهم، وجون غادي يلقى قبالته واحد الدار ودخل ليها وطلب من مولاها باش يخبيهم، وغادي يكون مول الدار هو داك الراجل اللي طاحت عليه الكروسه، وتفكر باللي جون هو اللي عاونه، قرر باش يرد ليه الخير وخباه عنده. ودازت الوقت عام 1832 غتنوض ثوره جديده في فرنسا، وغادي يكونوا الشباب هما اللي منظمين هاد الثوره، ومن بيناتهم واحد الشاب سميتو ماريوس وكان من عائله مرموقه، ولكن ما كيبغيش النظام الملكي، وجدو قال له بلي هاد الشعار على العائله ديالهم، ولكن ماريوس ما اهتمش بيه وسمح في الثروه ديالو كامله على قبل المساكن. وغادي يبان الكسندر وغادي تكون بنتهم ايبلان كبرات، وغادي تشوف ماريوس كيخطب على الناس وبدات كتبغيه، لكن ماريوس كان كيعتبرها بحال اختو. وواحد النهار غادي يشوف كوزيت وجون في السوق، وغادي تعجبو كوزيت، وغادي تشوفو كوزيت حتى هي وغادي تكون معجبه بيه، وغادي يكون الكسندر مازال كينصب على الناس، وغيدوز من حداهم جون وبغاو ينصبوا عليه، ولكن جون تفكرهم وبداو كيدابزو، وغيجي جيفر باش يعرف مالهم، وغير شافو جون خدا كوزيت وغادي يهرب. وماريوس طلب من ايبلان باش تقلب عليهم وتعرف فين ساكنين، ولكن ايبلان غير شافتها عرفتها هي كوزيت اللي تربات معاها. وفاش سول جيفر علاش داك السيد هرب، قال له الكسندر بلي هذاك هو جون اللي كان كيقلب عليه شحال هادي، وغادي يفرح جيفر وقرر باش يقلب عليه عاوتاني. فهاد اللحظه ايبلان غادي تدي ماريوس للدار ديال كوزيت، وغتكون كوزيت كتسول جون علاش كيهرب من البوليس وعلاش يدو فيها الاثار ديال التعذيب، ولكن جون قال ليها غادي تعرف كل حاجه في وقيتها. وغادي تخرج كوزيت وهي غضبانه من الدار، ولكن لقات ماريوس قبالتها في الباب وبلا مقدمات تعترف ليها باللي كيبغيها، وغيعيط ليها جون وغيمشي ماريوس بحاله، وغادي تكون ايبلان حزينه حيت عرفات باللي ماريوس كيبغي كوزيت. فهاد اللحظه غادي تشوف باها جايب الحراس وكيقلب على الدار ديال جون، وقالت له باللي ماشي هذه هي الدار، ولكن باها كان عارفها كتكذب، وغادي تغوت باش يسمعها جون ويهرب. وفاش عرفات كوزيت باللي غادي يهربوا بقى فيها الحال حيت غتسمح في ماريوس، وكتبات ليه رساله باللي كتبغيه ونعتات له الدار اللي غادي يمشيو ليها، وغطيح الرساله غير في يد ايبلان وخباتها. وفاش كانوا الثوار كيناقشوا الثوره، ماريوس كان سرحان وكيفكر في كوزيت، وعرفوه صحابو باللي كيبغيها وقالوا له هذا ماشي الوقت ديال الحب، كاين اهم من هاد الشيء. كاين ماريوس غادي يعرف شنو وقع لكوزيت ومشى للدار وهو حزين عليها وما كانش عارف فين مشات وكيفاش غادي يلقاها، وقرر يرجع لعند صحابو ويكملوا الثوره. ولغد ليه غادي تبدا الحرب، والشعب غادي يتعاون مع الثوار وغادي يديروا واحد الحصن باش يحميهم من القرطاس ديال العسكر، وغيبدا الهجوم ديال العسكر والثوار، وغادي
غتبدا المعركه وغتكون مستمره حتى العشيه وكلشي غادي يعيا. شويه غادي يبان جيفر هو لابس الحوايج ديال التصوار وقال لهم بلي عارف المخطط ديال العسكر وبلي ما غاديش يهجموا عليهم بالليل، ولكن واحد الدري صغير عارفو خائن وخدام مع الدوله وغادي يشدوه التصوار وغادي يربطوه، وغادي يكون جيفر باغي يلاهيهم حيتاش العسكر غادي يهجم عليهم بالليل، وقبل ما يضرب الجيش المدفع ديالو غادي يهددهم ماريوس بلي غادي يشعل العافيه في كلشي وغيموتوا كاملين وغيخاف الجيش وغادي ينسحب، ولكن واحد من الحراس غادي يغدر ماريوس، وهنا ايبلين تعرضات للقرطاسه وحماته وكانت لابسه الحوايج ديال الرجال باش تبقى حداه، وقبل ما تموت عطاتو الرساله اللي خبات واعترفت ليه باللي كتبغيه، وفاش قرا الرساله غادي يعرف فين مشات كوزيت، قرر باش يصيفط ليها رساله واحده اخرى مع الدري الصغير، وغادي تطيح الرساله في يد جون وعرف باللي ماريوس وكوزيت كيتحابوا وباللي ماريوس في خطر كبير، الا مات كوزيت غادي تعيش حياتها تعيسه، وغيقرر باش يمشي عند التصوار باش يحمي ماريوس وتنكر في الحوايج ديال العسكر باش يقدر يمشي في الطريق، وقال التصوار باللي غادي يعاونهم ولكن ما غاديش يثقوا فيه حيتاش لابس الحوايج ديال العسكر، وهنا الدري الصغير تصاب كيعرفو وجون غادي يشوف واحد القناص من الفوق وغادي يقتلو، وهكا غادي يثقوا فيه الشباب وغيطلب منهم جون باش ينتقم من جيفر وغيديه لواحد البلاصه، وجيفر كان تيظن باللي غادي يقتلو ولكن جون غادي يطلقو باش يمشي بحالو، هنا جيفر قال له عندك فرصه وحده باش تقتلني حيتاش الا طلقتيني دابا غادي نشدك من بعد وغندخلك للحبس، ولكن جون قال له باللي تعلم الحب والرحمه من شحال هادي ومسامح ليه على داكشي اللي دار، وغيتصدم جيفر من هضرته وغادي يهرب وغيضرب جون القرطاس باش يبين باللي راه قتلو، وغادي يرجع جيفر للدار وبدا كيفكر علاش جون ما بغاش يقتلو وباللي اي واحد كان في بلاصتو كان غادي يعذبو قبل ما يقتلو، وغيتاثر بزاف من هذا الموقف لغد ليه غادي يفيقوا التصوار وغادي يعرفوا باللي الذخيره فزقات بالشتا، وغيتطوع داك الدري الصغير باش يجمع الذخيره من العسكر اللي ماتوا في الارض، وكان تيسحاب ليه باللي العسكر قدرش يقتلو، وفاش مشى كيجمع القرطاس العسكر ما غاديش يحنوا فيه وغادي يقتلوه، وغيتعصبوا التصوار وغيبداو الهجوم ديالهم، ولكن الشعب غادي يتخلى عليهم اللي سالات الذخيره وغادي يدخلوا لديورهم وخلاو الشباب محاصرين من كل بلاصه، والعسكر غادي يحاصرهم وغادي يقتلهم واحد بواحد، وغادي يتقاس ماريوس في كتافه وغادي يشوفوا جون وغادي يهرب بيه في المجاري ديال واد الحار، وغادي يتلف تما وما عرفش منين يخرج، وغادي يلقى الكسندر كيسرق الشباب اللي مرميين في واد الحار، وغادي يضربوا جون وسولوا على الطريق منين يخرج، وغادي يخرج اخيرا من القادوس، ولكن غادي يلقى جيفر قبالته وهز عليه السلاح، وجون طلب منه باش يخليه يعتق ماريوس قبل ما يموت ويرجع لعنده، وغادي يمشي جون وما قدرش جيفر يقتله، واول مره غادي يحس بالذنب على حياته اللي عاش وطلع للسور، قرر باش ينتحر ويكفر على الاخطاء ديالو، وغادي يرمي راسو في البحر، وغادي يفيق ماريوس، وغادي يلقى راسو في الطبيب، وغادي يعرف بلي صحابو كاملين ماتوا وفشلات الثوره، ولكن غادي يلقى جون وكوزيت حداه قرروا باش يعيشوا بحال عائله مجموعين، وغادي يقرر باش يتزوج بكوزيت، وقبل العرس جون غادي يعترف ليه بالهويه ديالو، وقال له كان كيهرب من جيفر باش ما يدخلش للحبس ويخلي كوزيت بوحدها، وقرر باش يخوي المدينه، وطلب من ماريوس باش ما يقول ليها حتى شي حاجه، ويشرح ليها بلي مشى الرحله وغادي يرجع، وغادي يوعدو ماريوس، وما كانش عارف بلي جون هو اللي عتقو من الموت، وغات نهار كوزيت ملي عرفات بلي جون سمح فيها، وغيجي نهار عرسهم، وغيجي الكسندر ومراته للعرس، وغادي يجري عليهم ماريوس، ولكن الكسندر قال له بلي جون هو اللي عتقو، وبلي عارفو فين ساكن دابا، وغادي يفرح ماريوس وغادي يدي كوزيت باش تشوف جون، وفاش وصلوا لتما، لقاو جون مريض بزاف وكيموت، وغادي يفرح بزاف وعطاها الرسالة اللي فيها الحقيقة ديالو اللي خباها عليها من شحال هادي، وقال ليها بلي كيبغيها قبل ما يموت، كانت هادي هي نهاية القصة، كان معكم خوكم سينفليكس، تهلاو. I don't wanna switch my lane.